كرة كبيرة لأن العدد قليل والمدافعين أكثر، ومع هذا الكرة خطيرة تنحط الجول. جول كابوري ضيعها في الشوط الأول، سجلها في الشوط الثاني. هو نفس كابوري وهو نفس العربي، هو اللي يتقدم بالهدف الأول، وكان الهدف الأول للعربي. هذا المشجع العرباوي يرفع يده إلى السماء حمدا لله والشكر. لكن لاحظ الباص الطويل الرائع، والكرة وصلت إلى كابوري بعيدا عن الرقابة، تخلص ما أدري عاد باليد. شوف لاحظ معاي إنها باليد يا كابوري، أعتقد إنها باليد اليسرى يا كابوري. كابوري تقدم واليد اليسرى والقدم